فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: استيقظت من النوم وأنا على جنابة وكان الماء لا يكفي إلا للوضوء. نعم، استيقظت من النوم وأنا على جنابة وكان الماء لا يكفي إلا للوضوء، وكان وقت فجر، وكان وقت الفجر على وشك الخروج. يقول: توضأت ولم أغتسل ثم صليت الفجر، هل صلاتي صحيحة؟ لا، باق عليك الحدث الأكبر. أنت وضيت من الحدث الأصغر، لكن باق عليك الحدث الأكبر. إذا كان ما عندك ماء تيمم عن الحدث الأكبر، وإذا كان عندك ماء لازم تغتسل، حتى لو خرج الوقت والماء عندك لازم تغتسل، صلي ولو بعد الوقت. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.